الانتصار الانتخابي والديمقراطي في تلك الايام عندما قدمتم نعم تفضل سيدي. اي قبلها فعلا كان فيه اقبال كبير، يعني إقبال كبير، والناس كان عندها يعني أمل كبير في الله سبحانه وتعالى، ثم في كون أن في إمكانية تغيير. وأنا فعلا أتحدث يعني أتحدث يعني بكل صراحة يعني أنه يعني كل التيارات يعني كان في كون أن الجبهة يسمي إنقاذ فازت، لأنها كانت تعبر يعني الشعب الجزائري شعب مسلم، وبطبيعة الحال أنه ينتخب لمن يرى أنه يحاول أنه يأخذ بعين الاعتبار مقومات شخصيته، ويرى كذلك من قدم فعلا، لأنهم هم يقولوا يعني برنامج الجبهة الإسلامية إنقاذ كان موجود وبناء عليه تم الانتخاب، لأنه هذا نقول لكم أمر أساسي جدا. القضية الكولتور بوليتيك تاع الشعب الجزائري، يعني كل من فعلا يمس أو يشك في نتائج ويحاول أنه يبرر الانقلاب، إنما في فعلا هو راهو يقدح في الشعب الجزائري. هذا سنيبا دي بوبوليزم، يعني هذا لنا واقع أنه فعلا الناس كانت مقبلة وكانت تريد فعلا، مثلا نحن وحتى الناس اللي كانوا، أنا نقول لك يعني كان فيه هذا السيفيزم اللي كان موجود شيء عجيب بصراحة. أول تهنئة اللي جاتني وراء موجودة لانوت، يعني الرسالة ما زالت موجودة عندي، جاءتني من قبل المترشح تاع الأفافاس في تلمسان في المدينة التي انتخبت فيها، يعترف بالنتيجة ويبارك. هذا ما كان سيفيزم أكبر منه يعني. ونحن ما يعني من ناحية الأيديولوجية، من ناحية السياسات اللي كنا نريد طرحها لشعبنا كانت تختلف تماما، إن أنه اعترف بأن الشعب اختار بكل حرية. لأنه شوف أي تنمية لأي بلد ما لا يمكنها أن تأتي من خلال القهر وكذا، أو من أن بأي حق فئة معينة تريد السيطرة على الشعب، ونوركم إلى يعني ونوركم إلى يعني كمال وسم، ولا حبش نجيب آيات قرآنية كثير يعني. المهم كان فعلا جو تاع أمل وجو تاع محاولة طي هذه الصفحة تاع النظام اللي أفلس البلد. الجزائر بلد غني وكان في تنا. عندما تتحدثون عن الثقافة السياسية للشعب الجزائري وعن مدى التحضر الذي وصل إليه، ألا تظنون أن شبه تحققكم من الفوز جعل هنالك ليس عند الجميع لكن عند البعض قليلا من الغرور، حتى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ انقطعت عن القاعدة كما يقول أحد الكتاب؟ هل هذا صحيح أن في الكلام مع الناس كان مغايرا للكلام السياسي الذي كنتم تنتهجونه في تلك اللحظة؟ والله شوف هذا ليس من العدل الحديث على ما بعد الانتخابات كجبهة كحزب، لأنه كان من المفروض أن يعترف بنتائج الانتخابات وأن يسمح للجبهة الإسلامية إنقاذ نزولا عند طلب أغلبية الشعب الجزائري أنها تحكم البلد، وبناء على تصرفها كحزب سياسي الأغلبية يقوم بمهام الدولة أن يحكم عليه. لكن 20 سنة بعد هذا سيدي كمل كملك ثاني فهمتك نكملك الجواب بضل. وأما أن يحكم عليها في تعاملها مع أزمة أنشئت بعد الانقلاب فهذا من الإجحاف في الحقيقة. لا أنا أتحدث، نحن كنا مستعدين للقيام بمهام الدولة، أنا أتحدث عن ولكن فرضت علينا فرض علينا أمر جديد وواقع جديد. أنا أتحدث عن الخطاب السياسي أن فئة معينة رفضت تسويت الشعب وفرض نفسها بالقوة على الشعب، فهناك واقع آخر تماما لا يمكن حكم الجبهة عليه. حاولت الجبهة في البداية وحاولنا في الحقيقة باسم الجبهة الإسلامية إنقاذ حتى إلى عقد روما، إذا كان الإخوة المتفرج ما زال يسمعوا مش ما ينسوش الموضوع، ونحن كنا من وراء لقاء، أنا لم أتحدث عن هذا الموضوع في الحقيقة لأنه كثير ناس كتبوا قالوا بدي أنهم لقنون دروس في الديمقراطية إلى آخره، مع أنه نحن الذين قمنا بذلك المؤتمر
فنحن اللي حضرنا له من آله إلى يائه. وكان كنا تقريبا الوحيدين الذين جئنا للمؤتمر للقاء بمشروع مكتوب واضح وسلمناه للجميع. يعني المهم فإلى سيد أحمد, كذلك سيدي هدام يقول بأنه وضع اللبنة الأولى لهذا اللقاء. والله أنا يعني كل يقول ما يريد, النصوص موجودة وفي آخر وكيش يقولوا لمينوت المداولات نتاع اللقاءات موجودة, بحيث يعني الفريق القوى الاشتراكية تاع سيد أحمد وجداي في آخر اللحظة بدأوا يتسألوا هل نحن نوقع على مشروع الجبهة أم مشروع العقد الوطني. الحقائق موجودة ولكن نحن لا نقول بأننا عقمنا. نحن كان إقناع الجميع بأن الذي طرحناه ذلك هو الحل. فكانت مساهمة. سنعود إلى هذا الأمر سيدي هدام بعد قليل إن شاء الله نقول فإذن إلى 95 ونحن نسعى جادين من أجل حل سياسي للمعضلة الجزائرية, وبدءا بالوفد الأول الذي بعثته قيادة داخل البلد وخارج السجن, قيادة ميدانية نتعامل معها نحن كبعثة برلمانية كانت داخل البلد وخارج السجن. فلم الوفد الأول الذي بعث باسم هذه البعثة للتفاوض مع الجنرالات تم تعذيبهم. أولهم كان وإلى حد الآن هو في الخفاء, هو من بارميه لي ديسبارو, ناخذ الدكتور بالحرش اللي كان على رأس البعثة البرلمانية الأول ودخل البلد من أجل نزل عند رغب الإخوة للتفاوض مع الجنرالات, لأنه هو كان الشيف تاع ديبارتمون أورتوبيتيست في مستشفى تاع قسنطينة, مدام الشرق يعرف الجنرالات تاع الشرق وكذا. إلى حد الآن هو في مغيب يعني. وكذلك كان أخ الدكتور محمد سعيد مولاي. مولاي سعيد كان رئيس كان رئيسا للديبارتمون تاع المات. لازم الشباب يفهموا هالشيء. نحن سعينا كل هذه المحاولات كانت, فتم اعتقاله وتعذيبه إلى آخره. والبعثة البرلمانية بعد ما وصلنا لهذا الموضوع فبدأت حملة شرسة وملاحقات انتربول وكذا وكذب وكذا, حتى تم سجننا وتحييدنا نهائيا من المساهمة الفعالة لإيجاد حل سياسي للبلد. وبعدها نحكم علينا بمجرى بالجرائم وكذا. نحن من حياة سيدي هدام لنتحدث عن هذا الموضوع تباعا, من فضلكم كيف عشتم لحظات الفوز بالانتخابات؟ ما هو أول شعوركم؟ هل ظننتم بأن الأمور سوف تذهب إيجابا أم ما هو إحساسكم؟ لأنني تحدثت مع نائب للجبهة الإسلامية للإنقاذ, قال لي عندما فزنا بالانتخابات أحسست وأن الأمر أصبح أخطر من قبل وأن عبء المهمة سوف يكون أثقل. والله في الحقيقة كان مسؤولية كبيرة. أنا فاكر ذلك اليوم يعني تلك, وجزاكم الله خير على السؤال, أول مرة نسأل في هذا في الحقيقة. ولكن الرجاء أنه يكون لنا فرصة نتكلم عن المستقبل, نحن يعني يهمنا هو المستقبل إن شاء الله سيدي. وإنما من باب يعني الأمانة ومن باب أنه فعلا يعني منه, خاصة عندما يجي الخصم نتاعك الذي كن يعني ما يختلف معك تماما يجي ويشجعوه يعني يعترفوا بالنتيجة يعني كان في تحمل مسؤولية كبيرة جدا. لأنه ما لازم ننسى في 88 ذاك تلك الفترة هذيك الدولة كانت مفلسة بأتم معنى الكلمة, وكان فساد رهيب والاغتلاس أموال, الخزينة فارغة, هلكوا البلاد. فالقيام مسؤولية ما كان سهل, وكانت فوضى. كأكبر حزب, حزب الأغلبية لم تسمح له الظروف بأن يقوم بمؤتمر يختار قيادته في المستوى المطلوب. لم يسمح لنا القيام بالمؤتمر حتى نختار قيادة حقيقية تقوم بمهام الحزب الكبير هذا. ومع ذلك يعني كنا مستعدين, كل استعداد يعني, ومع الشعور بهذا الحمل بالثقل يعني. ولا يعني لا أخفيكم يعني كان في نفس الوقت نحن كنا متوقعين يعني بصراحة
يعني كانت فيها عدة لجان تاع عمل وكذا، كنت يعني من الذين كانوا يعني في الوقت الذي كانوا يفكروا في إطار إيجاد البديل للدولة هذيك للحكومة، يعني الإعداد للمهام الحكومة، كنا كذلك مشاركين في لجنة للتحضير كيف يكون رد فعل إذا كان، وكان هذا هو المتوقع عندنا، ولو طبعا نحن بثقافتنا الإسلامية لا نتمنى لقاء العدو، ولكن كنا متوقعين أنه ممكن الجهات هذه اللي سوف ترى أن المصالح انتها ضاعت، لأنهم كانت بلادهم البلاد حاسبينها انتحهم يعني. فكنا نحضر إلى ما بعد الانقلاب فعلا يعني، فكان فيه هذا الأمرين هذا، وكانت يعني مسؤولية كبيرة، لأنه كان فعلا كنا من يعني نشوف بأنه فعلا هذه كان فرصة. ما هي الأمور التي كنتم تحضرونها سيدي؟ هل كنتم تحضرون خطابا سياسيا موجها للرأي العام وللرأي الجزائري؟ هل كنتم تحضرون لحمل السلاح؟ ما هو هذا التحضير؟ لا، التحضير بالنسبة لإعداد قيام الدولة ما كناش في حاجة للخطاب الشعب، لأن الشعب هو اللي انتخبنا ويعرف خطاب نتاعنا، كما احنا في تلمسان مثلا، انا نتكلم على شخصي يعبر لهم كلمة انا. نعم. معروف داخل بلادي داخل المدينة تاعي من ابناء الصحوة الإسلامية منذ الصغر وكذا، والخطاب نتاعنا ومفهومنا للدين واضح وكذلك يعني، فهم انتخبون على هذا الأساس يعني. بصح النقطة الأساسية حبيت نقولها قبل ما نولي لهذا، لأنه فعلا هذا أمر أساسي يعني، لأنه فيه ثقافة هنالك من يدعو أنه لا يمكن لقيام دولة الإسلام هكذا من خلال الانتخابات، وما عندهم واحد ثقافة يقول لابد من القوة إلى آخره، ويجيبوا بعض الأحاديث في غير محلها، فهذا نحن نرفض هذا القول أبدا، نرفضه تماما، وهذا فهمنا لأول دولة المسلمين في المدينة المنورة. لم يسمح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل أو يقوم بالهجرة إلى المدينة المنورة قبل أن تقوم الدعوة في المدينة المنورة، ونحن بالنسبة إلينا شعب الجزائري كان على استعداد تام لتحمل ولتقبل الدعوة الإسلامية، ولذلك يعني يمكن بالعدل دولة المسلمين الأصيلة دولة النبي صلى الله عليه وسلم قامت بالسلم وقامت بالرضا الجميع، رضا ما بين الحاكم والمحكوم، وأما هذا القضية الانتخابات هذه أمر معاصر وكذا، ولما لا؟ فالحكمة ضالة المؤمن يعني، إذا كان في عصرنا هذا هو أحسن طريقة لتأكد من تراضي الحاكم والمحكوم، فنحن مع الانتخابات. فلذلك نقول هذا موضوع مهم. أما بالنسبة للانقلاب كنا نشوف كيف يعني، نحاول نشوف نفكر ما هي المؤشرات الأولى اللي ممكن النظام هذا سوف يدير، ولكن خرجنا بطريقة ما كنا نحسبها يعني، هذه الرئاسة الحكومية وهذا المهم. البرلماني أنور هدام من استقالة رئيس شادي المجديد. ما سمعتك، تفضل ماشي نسمع لها. هل تفاجأ البرلماني الجديد أنور هدام من استقالة الرئيس شادي المجديد؟ والله كانت من مفاجأة صراحة يعني، هو على كل حال هو يحاسب عن المقام يعني، مع أنه كانه الفضل يعني، لأنه كانه الفضل في كون أن تم تسجيل وبطلب منه بنتائج الانتخاب، هذه ما لازم ننساها له يعني، كذلك أنه حرص على أن يتم تسجيل في الجريدة الرسمية الجزائرية الجورنال أوفيسيال يعني، يتم تسجيل نتائج انتخابات البرلمانية، هذا يحسب له. أما هو أنه تخلى عن منصبه بعد الضغوط وكذا، هو اللي يجيب على الموضوع هذا بصراحة يعني. يعني احنا ما كان، ولكن احنا فاهمين بعضنا بعض يعني، فاهمين بعضنا بعض، وهو يتحمل مسؤوليته يعني أمام الله وأمام التاريخ. أحد الدبلوماسيين صرح قائلا بأن نعم. سيد الرئيس شادي بن جديد قام بخطابه عندما قام باستقالته وهو على مرمى حجر من رشاشة الجيش من وراء الستار، هل هذا صحيح سيدي أنور؟ والله ما أدري، أنا ما كنا موجودين. قلت لك إحنا صراحة كأبناء الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية عموما، لم تكن لنا أي تواصل مباشر مع النظام القائم ومع السلطة القائمة، وبالتالي ما عدناش هذه، وهذا من
من السلبيات اللي كانت موجودة لازم واحد يعترف بها، وحاولنا أننا نصحح.